من الطيور المهددة بخطر الانقراض اللي تزور هذه الغابة على مدار فصل الشتاء هي العقاب البادية، أو يسموه بعقاب السهوب. الاسم الإنجليزي للستيب إيجل الأكولا نيباليسنز، وهو من الطيور المهددة جدا بخطر الانقراض. هذه الطيور تصاد للأسف بكميات كبيرة بالأسواق العراقية، وتترك بالأسر في حالة صحية غير جيدة ثم تترك لتموت. من واجباتنا كباحثين في مجال البيئة نسحب هذه الطيور من الأسواق ونطلقها إذا كانت بصحة جيدة مرة ثانية للطبيعة. أما الطيور اللي تكون بحالة صحية غير جيدة فتترك للأسر، لأنها لا تستطيع أن تكمل بقية حياتها وهي بصحة غير جيدة ولا تستطيع الطيران أو الصيد. تمتاز هذه الطيور بكونها طيور جارحة وشرسة جداً. المخالب هي فرصة الحياة الوحيدة لها، إذا فقدت هذه المخالب راح تفقد إمكانية الصيد، ومن ثم يمتاز المنقار والمناخير بقوتها على صيد الكثير من الفرائس الكبيرة حتى تصل إلى الذئاب والثعالب في مناطق سيبيريا وروسيا، تفرخ في تلك المناطق وفي كازاخستان تحديدا، وتقدم إلى العراق في فصل الشتاء لتصاد هنا للأسف الشديد. وبإيدي حالياً هو أحد الطيور الأفراخ اللي إنتاجها هذه السنة، أسر بالعراق ولكن بعد التحاور مع المالكين قرر بأنه يطلق مرة ثانية إلى الطبيعة، وهذا هو المكان الملائم لإطلاقه للطبيعة مرة ثانية. فمن هنا ننصح بأن هذه الطيور هي ملك للعراق وهي ملك للعالم أيضاً. من واجبات العراق أنه يحافظ عليها وما يؤذيها، لأنه جزء من التزامات العراق تجاه المجتمع الدولي.